قد ينافسني من يملك إمكانيات أكثر، من يملك موهبة أكبر. قد لا أكون أملك شيئا، قد يكون كل شيء ضدي، لكن لا شيء يمكن أن يوقفني. وضع خلفها نقطة، إنه مجرد مفهوم، كونسبت بسيط، عن الرجل الذي يريد صخبا أكثر، عن الرجل الذي يتجرأ على إمساك ذلك الثور السائب. هناك شيء واحد لا تستطيع دفع المال من أجله، هناك شيء واحد لا تستطيع شراءه، وهو ما يفعله من معدنهم صلب بحق، وذلك ما يجب أن تفعله أنت. يجب أن تضع المزيد من الجهد، أكثر من أي شخص آخر. أنت تستيقظ مع السادسة، لكن لم يتغير شيء، إذن انهض مع الخامسة. قرأت الكتاب مرة لكن لم تستوعبه، إذن اقرأه مرتين، اقرأه ثلاث. هم ينتهون مع السادسة، أنت تنهي عملك مع الثامنة. إذا تدرب شخص ما لثلاث ساعات، أنت تتدرب لخمس ساعات. إذا تدرب شخص ما لست ساعات، أنت تتدرب لثمان ساعات. إذا قرأ شخص ما كتابين، أنت تقرأ أربع كتب. فقط افعل ما هو أكثر، لأن شخصا ما هناك يريد مكانك، أو يريد المكان الذي تريده أنت. لذلك يجب أن تجسد ذلك التميز بكل معانيه. هناك فرق بين ما تريد الحصول عليه وما أنت جائع للحصول عليه. جائع للنجاح، جائع للتفوق، جائع للتميز. عندما تكون منغمسا في فعل شيء، تدرس، تتدرب، تبتكر، تصنع، تنشئ، يجب أن تفعله كأن حياتك تعتمد عليه، كأنك بدونه لن تعيش، كأنها الفرصة الأخيرة، الفرصة الوحيدة. أتعلم، هناك من هو أفضل مني، يملك موهبة أكبر، يفوقني بمراحل. قد تتفوق علي في الشهر الأول، وقد تتفوق علي في الشهر الثاني، لكن لن تهزمني بعد عام، بعد عامين. سأفهم طريقة لعبك، سألحقك، سأتفوق عليك. أنا كنهر ينزف، ستجدني دائما قادما إليك. أنا أقسى من أن أنسحب. معظم الناس يعيشون نصف حياة، يتعبون قبل أن يبدأوا. تجدهم ينسحبون، يتساقطون من حولك كأوراق شجرة بائسة في أيام خريف قاسي. توقفوا عن تنمية أنفسهم، توقفوا عن تطوير أنفسهم. ينامون كمن ماتوا، يخسرون كل فلس حتى يفلسوا. لا، أنت لن تفعل هذا، طريقك مختلف. بلا استسلام، ابحث عن ما يجعلك أفضل، ما يجعل حياتك أفضل. أنت في مرحلة صعبة، مرحلة الطحن، السحق النزيف، مرحلة كل شيء تكره فعله، لكنه طريقك، إنه محتوم. افعله بكل جوارحك، اصنع نفسك، اجعل هدفك هو الوليمة الكبيرة. مرحلة السحق الطحن هي الأساس. ربما تظن أن مرحلة السحق هي عندما تشرق الشمس، عندما تشع النور، عندما يصعد الأشخاص على خشبات المسارح ومنصات التتويج. لا، هذا ليس هو السحق. السحق يكون في الظلام، عندما لا يراك أحد ولا يعلم أحد ما الذي تفعله. عندما تتعلم دون معلم، تتدرب دون مدرب، عندما تصعد تلك الدرجات الأعلى، عندما تتجرأ وتفعل تلك الأشياء الأصعب، عندما تقيم الزمن، عندما تحس بالحزن، عندما تشعر أنك رغم كل ذلك لم تقدم ما يكفي. هذا هو السحق، هذا هو الطحن، هذا ما يخرجك من ذلك الظلام إلى النور، هذا ما يجعلك تصعد المنصات. وهذا الطحن عقلية له علاقة بكل شيء في حياتك. متى تستيقظ؟ ماذا تأكل؟ له علاقة بكيف تتدرب، كيف تدرس، كيف تجهز نفسك، كيف تفكر. له علاقة بكل شيء في حياتك. هذا إن كنت تريد أن تكون الأفضل، يجب أن تكون كذلك، لا أن تتكلم عن ذلك. يجب أن تستهلكك هذه العقلية، أن تكون هي مركز تفكيرك. حتى عندما أراك دون أن أعرفك، أكون قادرا على رؤية ذلك التصميم من خلال عينيك. أرى أنك أفضل من كل من هم أفضل في ساحتك. يجب أن أعرف ذلك دون حتى أن تقول كلمة. يجب أن تشع منك تلك العقلية. لا أحتاج منبه، شغفي هو من يوقظني، تصميمي هو من يوقظني، قدرتي على أن أكون ما أريد أن أكونه
الفلاح. هي من توقظني، ما الذي يوقظك؟ لماذا اخترت أن تفعل هذا؟ هل هو مجرد اختيار أم أنه مركز كل شيء في حياتك؟ هل تنام من أجل أن تستيقظ لفعله؟ هل تأكل لتزود نفسك بالطاقة لتستمر في فعله؟ هل هو فعلا مجرد اختيار أم أنه كل حياتك؟ ما الذي يفرق بينك وبين البقية؟ هل هو اختيارك؟